أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الاستثمار في العنصر البشري والطاقات البحرينية الواعدة هو أساس لبناء تنموي مستدام، كون الاستثمار في المواطن هي الثروة الحقيقية التي يجب أن توجه إليها كافة الخطط والبرامج التي تعمل عليها البحرين لتحقيق الرؤى التنموية التي يحرص عليها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على تحقيق والتي تجعل المواطن محورا في أهداف برامج التنمية الشاملة. هل سموه الدفعة 19 لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية لدى استقبال سموه في قصر الرفاع اليوم الطلبة الذين تم اختيارهم ضمن هذه الدفعة من البرنامج مشيدا بما أثبتوه من قدرات وما ظهروا به من روح عالية من التنافسية تمكنوا بها من اجتياز سلسلة التقييم والاختبارات المؤهلة لبعثات البرنامج؟ أعرب سموه عن الفخر والاعتزاز بأبناء الوطن من منتسبي برنامج سموه للمنح الدراسية العالمية وما يعكسونه من صورة مشرفة لمملكة البحرين وشبابها المنجز في المؤسسات الأكاديمية العالمية العريقة التي ينضمون إليها من خلال البرنامج. كما أشاد سمو بمستوى الدعم والمتابعة والاهتمام الذي قدمه لهم أولياء أمورهم حتى وصلوا لهذه المرحلة، متطلعا سموه أن يحتفي معهم بنجاح أبنائهم وتميزهم في المراحل القادمة. قال سموه إن مسيرة البرنامج التي انطلقت منذ قرابة العقدين قد شهدت العديد من المحطات المميزة، مثنيا سموه على دور المؤسسات الداعمة لصندوق البرنامج والذين أسهموا من خلاله في دعم نجاحات طلبة البرنامج. وأتمنى سموه للطلبة الجدد التوفيق في مسيرتهم الأكاديمية والتي وفر لهم البرنامج خلالها كل الدعم والإسناد، منوها سموه بالجهود التي تقوم بها إدارة البرنامج في مباشرة كل ما يتعلق بسيرة من تعاون وتنسيق مع الجامعات العالمية العريقة ومتابعة شؤون الطلبة كافة بدءا من عملية اختيار المرشحين حتى انتهائهم من الدراسة. هذا البرنامج عبارة عن مثل ما احنا يعني كبحرينيين نفكر فيها كهدية للبحرين وللبحرينيين وللشباب، فرصة للشباب ان اهم يطلعون برا يدرسون. هو الدراسة مو بس يعني الدراسة، الواحد يقدر يدرس في البحرين ويقدر ينجح، لكن الدراسة برا بعد تعطي فرصة حق نمو العقول ونمو المدارك وان الواحد يتغرب ويتعلم من هناك. احنا ك راعي للبرنامج شفنا فيها فرصة ان الشباب يقدرون انهم يستفيدون من هذه الفرصة والدراسة برا ويرجعون بخبراتهم ومن تعليمهم برا يرجعون في البحرين ومنها تستفيد المملكة. برنامج جدا مهم، برنامج احنا نؤمن فيه، البرنامج صار له 19 سنة تقريبا واحنا كنا معه من البداية. البرنامج طبعا يعتني بالشباب البحريني، الشباب اللي تخرج من مدارس البحرين واللي عندهم يعني مثل ما قلنا نسبة ذكاء عالية وكانوا متفوقين في دراستهم، فهذا البرنامج يعطيهم الفرصة انهم يروحون احسن مدارس واحسن جامعات في العالم. والبرنامج ايضا هو فريد من نوعه لانه يخضع حق معايير جدا يعني دقيقة لاختيار الافضل، فالكل عنده فرص متساوية مثل ما يقولون وكل واحد بشطارته. والأيضا الجميل في البرنامج أن الشخص عقب ما يخلص الدراسة مو ملزوم أن يرجع البحرين على طول، فيحصل اللي هو مثل ما يقولون الفرصة أن يشتغل مع شركات عالمية، يشتغل مع في أماكن يعني جدا متطورة، ويأخذ من الخبرات
ووقت اللي هو يكون جاهز يرجع للبحرين وطبعا ويخدم بلده. نشكر ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على انه يحاول يصقل مواهبنا ويطور الشباب عشان يخدمون البحرين، وان شاء الله في المستقبل احب ادرس هندسة كيميائية عشان بعد نشتغل ان شاء الله في بابكو. هاي البعثة غير عن جميع البعثات لانه يعطينا الفرصة ان ننمو كاشخاص وننمو ك ليدرز نعتبر في البحرين، واحنا اختارونا عشان وي ريبريزنت بحرين، وان شاء الله اقدر ارفع راس ديرتي الحبيبة وارفع راس مدرستي واهلي. هذا مشروع رائد يعني، وفي الحقيقة الكل يسعى الى الفوز بهذه الجائزة والبعثة الرائدة التي تسهم في رفد مملكة البحرين بالكوادر البشرية في مختلف التخصصات، خاصة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد وصاحب رؤية البحرين 2030، وكانت يعني تقوم على رفد البحرين بالكوادر البشرية، وبالأخص عمود ذلك المشروع كله هو التعليم. طبعا البرنامج بدأ في سنة 2000، وانا كنت بما اني عضو كنت عضو في الدفعه الاولى، فطبعا هاي صخلت شخصيتي بصوره يعني كبيره، ويعني حصلنا الفرصه من صاحب السمو الامير سلمان ان كان يتابعنا بصوره شخصيه دائما ومتابع لنا في ادق التفاصيل، وطبعا هذا اعطانا الدافع ان احنا دائما نكون عن حسن ظنه. اشكر صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على هذه البعثه. هاي البعثه يعني راح تختصر علي طريق، اول شيء من ناحيه التمويل، ايضا من ناحيه تسهيل التقديم على البعثات، التقديم على المدارس، فهي راح تختصر جهد سنوات راح تختصرها في ايام يعني طبعا. فبتكون خطوه وايد عودة للامام ان شاء الله. اكاديميا الحين لما حصلت البعثه الحمد لله، الحين بامكاني ان انا اروح افضل مدارس في العالم وافضل جامعات في العالم، ويعني احقق طموحي ان شاء الله باني اتخرج يعني من افضل جامعات العالم الحمد لله. ان هذا البرنامج يوفر لهم كل التسهيلات والامتيازات لكي يحصلوا على التحصيل المناسب، وثانيا ايضا الرعايه الكريمه من سمو ولي العهد يعني، وحرص الشديد على متابعه يعني الامور الطلبه وايضا تحصيلهم، ويعني اذا في هناك صعوبات او عوائق هو سمو يقوم بتذليلها، فهذا شرف كبير للطلبه، وايضا هذا يعني يساعد الطلبه على انهم يحصلوا على افضل درجات وافضل مستقبل ممكن.